هذه المرة مباشرة من حيفا السيد أمير مخول الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحب بك سيد أمير. مرحب بك. ولماذا هناك ترقب وقلق في إسرائيل من صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص نتنياهو ومسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي؟ لأن هناك أولا عدة شهادات موثوقة موثقة ضد قادة جيش إسرائيليين، وهذا يخيف النيابة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية أكثر حتى من محكمة العدل الدولية فيما لو أصدرت فتوى أو قرارا، يخيف لأن عمليا يؤدي يعني يخلق وضع أن قادة الجيش غير محميين في القانون الإسرائيلي، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تسعى إليه وأن تقول أنها تقوم بالإجراء القانوني بتستنفذه على الآخر وتقوم باعتقالات إدارية للمستوطنين وتقوم بكذا وتقوم بالتحقيقات والمساءلة. لكن الآن هناك شهادات جديدة وبالذات وثقها الجنود أنفسهم حين كانوا من كان ينسف بيتا مثلا أو بناية ضخمة ويهديها إلى خطيبته، أو من يقوم بسرقة ألعاب أطفال أو تدميرها، كل ذلك عملية كان بالتوثيق بالصوت والصورة. لذلك هؤلاء الجنود معرضون في مفهوم معين إلى تحمل المسؤولية أو المساءلة في حال تواجدوا في دول مختلفة. المستوى السياسي الرفيع أكثر عنده حصانة عمليا ويعتمد على التوازنات الدولية والحماية الأمريكية، لكن بدون شك أنه الموضوع يقلق المستوى المهني وبالذات القيادة العسكرية أكثر من القيادة السياسية. لكن هناك رأي آخر في إسرائيل، وهو أن نتنياهو يلعب في هذا الموضوع، وهو وأكده اليوم من كان مسؤولا عن القانون الدولي في النيابة العامة، يقول أنه لا توجد الآن مذكرات جاهزة أو ستصدر قريبا وفقا للتقديرات الإسرائيلية، لكن نتنياهو معني في إثارة هذه الفزاعة حتى يثير الرأي العام الإسرائيلي والدولي والأمريكي في تغيير أولا الإلهاء عن غزة، وثانيا وضع أن إسرائيل عمليا ملاحقة، الطلاب في حراك العالمي يشكلون حربا عالمية لا سامية، والمحكمة الدولية تم منعتها باللا سامية فيما لو محكمة الجنايات فيما لو اتخذت أي قرار أو في إصدار أي دعوة. لذلك نتنياهو لحد الآن يسعى إلى الكسب من هذا التلويح في النظر في هذه القضية وإصدار مذكرات إلى أنه حقيقة وأن إسرائيل عمليا مهددة بسبب كره اليهود وبسبب كره إسرائيل وكره الصهيونية، وأن هؤلاء يدعمون الإرهاب في نهاية المطاف وفقا لمفردات نتنياهو. لكن في نهاية المطاف هل هو مرجح صدور القرار ويشمل نتنياهو شخصيا أم يكتفي القرار حال صدوره بشخصيات وسطى وقيادات وسطى وجنود، كما أشرت أن بعض الجنود كان يقصفون منازل ويقصفون الأطفال والنساء ويهدون هذا القصف لعشيقاتهم وزوجاتهم وخلاف وأطفالهم وخلاف؟ نعم، لا يعني المحكمة الدولية لا تنشر أنها قد أصدرت أمرا أولا في نهاية المطاف أو استدعاء ولا تقوم بذلك، وإنما تقوم به وتبقيه طي الكتمان، لذلك وإلا لفقد مفعوله. لكن الادعاء الإسرائيلي أن الأمور تسير بنحو بشكل متسارع نحو الاستصدار لا يرتكز إلى مقومات بينات عمليا أن هناك أمور من هذا النوع، خاصة وأن إسرائيل تعتبر النائب العام في محكمة الجنايات مقرب من الموقف الإسرائيلي وجاء ودعم إسرائيل وأدان حماس وأنه دافع عن إسرائيل وأنه لا يسارع في القيام بذلك، وأنه أحال الأمور في الأساس إلى محكمة العدل الدولية. فالأمور مرتبكة إسرائيليا حتى في الإعلام الإسرائيلي في هذا الصدد، هل حقا توجد يعني معلومات لدى القادة الإسرائيليين أن هناك مسعى من هذا النوع، لأنه لن ينشر عنه. لكن نتنياهو يريد أن يؤكد هذا من أجل أيضا للحفاظ على هوية أو شخصية
الضحية وأنه هو الملاحق والمطارد، وهذا يستخدمه في الساحة الإسرائيلية الداخلية لأنه مطارد خارجيا ومطارد داخليا من حركات الاحتجاج التي تتظاهر ضدهم. نعم، محكمة العدل الدولية ذكرت اليوم أنها غير مختصة بنظر توريد السلاح من ألمانيا إلى إسرائيل. هل هذا البيان الذي صدر هو في تقديرك خضع إلى الاعتبارات والضغوطات والتوازنات الدولية والسياسية، أم أن المحكمة ربما تراها على صواب في هذا؟ يعني المحكمة الدولية عادة من الصعب جدا أن تتخذ موقف بالدولة بذاتها المتهمة في جرائم حرب أو أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، لكن حين يكون الحديث عن طرف ثالث يكون أصعب البينات فيها. يبدو أن الأمرين معا، يعني في القضاء في العالم لا يوجد قضاء بمفهوم النزاهة أنه مستقل تماما عن السياسة. القضاء متأثر دائما في موضوع السياسة على المستوى الوطني، على المستوى الدولي، على كل مستوى. القضاء هو هيئة من هيئات المنظومات وليس خارج المنظومات، لذلك يعمل يحتكم بأمرها ما قدر إلى ذلك، ما وجد إلى ذلك سبيلا، لكن أحيانا يسعى إلى الاستقلالية، وهذا ما استطاع إسرائيل أيضا أن تؤكده للعالم أن القضاء الإسرائيلي مستقل، وهو ليس مستقل بتاتا، بل القضاء يقوم بشرعنة كل عمل حربي وكل عمل احتلالي وكل عمل استيطاني لحد الآن، وهو دافع عن إسرائيل أكثر يمكن من الجيش الإسرائيلي نفسه. نعم، السيد أمير مخول خبير الشؤون الإسرائيلية مباشرة من حيفا، أشكرك شكرا جزيلا.